نبدأ بحكاية الفيزا، حاب نقدم شكر كبير لوالي ولاية عنابة والأعضاء تاعو، زيد نقدم شكر لرئيس بلدية باتنا والعضو اللي معاه حسرومي اللي وقفوا معايا وقفة تاع رجال. الحمد لله هاي الفيزا يومين وانا في عنابة على جالها هاي، وكثر خير رجال منا من باتنا ومن عنابة وقفوا معايا باش قدرت نوصل للحاجة هذه. بون اللي عاوننا رئيس بلدية باتنا ماروك وحسرومي كثر خيرهم، وقفوا معنا يعني في حكاية الوثائق، وقفوا معنا في حكاية جمع المال. الحمد لله والي ولاية عنابة. بون خويا انا ان شاء الله باذن الله يمشي لحد اثنين، هذا وين كنت نهضر معاك اللي انا ما نقدرش نروح حتى لقسنطينه سطر، وقادر يروح نهار اثنين ونهار لحد باسكو في فرنسا ويكاند، هو رايح ان شاء الله سياشي لا تيمون. لوبيراسيون تاعو راح تسقم اونتر 500 و 1 مليار. الحمد لله لحقنا المبلغ خيالي تقدر تقول بفضل الزواولة وبفضل ملحمة الزواولة. الليلة في لوبيتال اللي عيبات فيها في سيرفيس كارديو فاسكولار 1900 يورو. دوكا حنا كي بغينا نستفسروا على المبلغ تاع العملية، الدكتور اون بيرسون قالك انا ما نقدرش نقول لكم مادام ما شتش المالاد عندي. هو كي يلحق ان شاء الله ثم كاينه خالتي وكاينه جاليه جزائريه كبيره راهي تستنى فيه. ولدينا كي صرات لخويا هاك صح كنت مقيوس بصح عرفت الرجال وشفت بزاف بزاف حوايج منهم، وفيهم امراه انها تروح تطلب وشي اللي تطلبه تروح تلعبه في الصندوق، طفله جيعانه ما كلاتش راحت لعتهم في الصندوق. الحمد لله واحد باع تليفونه، واحد باع سنسلته، وحده باعت سنسلتها، حاجة كبيرة في عمرها 90 سنة مدت لي بويزا قالت لي يا بني هذا ما عندي كبيحة. السوريين وعاونونا سبحان الله. ان شاء الله يا ربي انا راني صح فرحان بصح الفرحة تاعي تكتمل ان شاء الله كي يداوي خويا ويرتاح. ونشكر يعني اللجنة هذه اللي ردت صح صح الفرحة في وجه والديا، يعني انه تتوصل تبكي الرجال ما عندي ما اقدر نزيد نقول. والحمد لله وفيها خير ان شاء الله. انا نطلب ربي يشافي خويا ونطلب الناس هذو اللي يشوفوني واللي يشوفني دركا يطلب الشفاء والدعاء لخويا واللي فيها الخير ان شاء الله. كثر خير الناس اللي جابوا لي الفيزا بني، ربي يعيشهم. بلوز اكزاكتومون نذكر اللي عاوني سبيا المير تاع مدينه باتنا، وخير وما كانش كفاه الرد، وقف معايا في اوقات ما يقعد معنا حتى ل 12 تاع الليل. كثر خيره رحم والديه، وكثر خير الزواوله اللي عاونونا باش يروح بني يداوي. وبال 500 فرنك وبال 1000 فرنك قدرنا نلحقوا المبلغ 850 مليون يعني في ظرف ثلاث ايام، يعني هذه تعتبر ملحمه. يعني نشكر سكان مدينه باتنا على هذا التفاعل الايجابي، وبربي ان شاء الله كان الشعار تاعنا على الاول نقدروا لها وقدرنا لها باذن الله. السلام عليكم. اللجنه تاع محمد خونا محمد لجنه التنسيق قامت بمبادره تاعها تجمع الاموال في ظرف قياسي ثلاث ايام. المينا حاولنا المينا هذا المبلغ اللي كان مع الاول كنا معولين نحبسوا عند 500 مليون، لكن تعاطف الجميع تعاطف سكان ولايه باتنا اللي نخصوا بالذكر الزواليه هذو خلاونا نفوتوا المبلغ هذا ولميناه 1000 فرنك بالف فرنك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بسلام محمد بلاككم شفتوني من قبل، انا ولي مريض ولي وقفتوا معايا وعاونتوني. كثر خير الزهور الناس اللي وقفتوا معايا اللي راح تخليني نعمل نمشي. كثر خير اي واحد مد 100 فرنك، كثر خير ومم اي واحد عاوني غير دابا. كثر خيركم ان شاء الله نروح ونروح نمشي. وانا مشيت لكم انتم اللي خليتوني نمشي. انتم كثر خير ربي كثر خير زورا كل زورا كل عندهم. الله يجازيكم ان شاء الله ويعطيكم ربي كيما عطيتوني يعطيكم ربي. هذا ما راه نقول لكم.